ناسين وعايشين من رزقه نتنفس في هواه. يوم ما نقابله خايفين نبقى مش جاهزين للقاه. مين هيعدي صراطه بسرعة ومين فينا هيستنى؟ لو فينا الخير يبقى هنتقابل على باب الجنة. شايف نفسك واقف فين؟ أبعد واحد شايفه عين، ولا عملت اللي يخليك واقف جنب رسول الله؟ لو بتحبه وهو حبيبك ايده هتبقى يوميها في ايدك، وهتطمن مش هيسيبك ويدخلك الجنة معاه. نتنفس في هواه. يوم ما نقابله خايفين نبقى مش جاهزين للقاه. مين هيعدي صراطه بسرعة ومين فينا هيستنى؟ لو فينا الخير يبقى هنتقابل على باب الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج على باب الجنة. ركبنا مع بعض السفينة من أول ليلة في رمضان، وصارت بنا السفينة في كل مراحل الدار الآخرة، ووقفت السفينة بينا من كم يوم على باب الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم. استحملت السفينة دي واحنا استحملنا معاها أمواج الفتن وعواصف الابتلاءات اللي كانت في الدنيا، وفضلت ثابتة السفينة واخدانا من مكان لمكان لغاية ما وصلت بينا وعدت على كل مراحل الآخرة، وبعدين نزلنا منها على باب الجنة. لقينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عشان يفتح أبواب الجنة. هو كان عايش معنا، ما كانش معنا بجسده لأن احنا ما شفناش النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كان عايش معنا بكلامه، عايش معنا بحياته اللي بنحاول نقرأ عنها ونسمع عنها. وكل يوم قبل ما نتصرف، وهو ده هدف البرنامج، قبل ما نتصرف نعرض كل تصرفاتنا على أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي هو اللي هيفتح أبواب الجنة. فلو عشنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وعشنا على باب ربنا في الدنيا، يوم القيامة هنقابل النبي صلى الله عليه وسلم على باب الجنة. قال رب العالمين على درجة من دركات النار: كلا إنها لظى نزاعة للشوى. الشوى هي فروة الرأس، فروة الرأس اللي بتغطي المخ والدماغ اللي بيفكر، فروة الرأس اللي فيها العينين دول والودان دول والفم اللي بيتكلم بما شاء، والودان اللي بتسمع ما تشاء، والعينين اللي بتنظر لما تشاء. كلا إنها لظى نزاعة للشوى. مين هيخشها يا رب؟ تدعو، يعني بتقول تعالى، تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. جمع فأوعى يعني كان عايز كل حاجة في حقوقه وعايز كل حاجة من ربنا ومش بينفق، يحط في وعاء. ده كناية عن هو كان بخيل، بخيل على الناس وبخيل على ربنا سبحانه وتعالى جل في علاه. كلا إنها لظى نزاعة للشوى. شمعنا فروة الرأس؟ هذه الرأس فيها العقل. خلقت عشان تعرف ربنا سبحانه وتعالى، خلقت عشان تاخد قرارات فيها تغيير مصير الواحد مننا في الدنيا والآخرة. خلق هذا العقل وهذا القلب عشان الواحد يحكم بيه ويحاسب نفسه بيه. فإذا الإنسان فضل بعيد، وشوف قد إيه جمال القرآن وقد إيه بيطمن الطائع. تدعو من أدبر. هل أنا دلوقتي مدي ظهري لدين ربنا وللنبي صلى الله عليه وسلم؟ هل أنا مدي ظهري لربنا وهو ينادي علي ويقول لي: عبدي لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي؟ هو احنا النهاردة في ليلة من ليالي الوترية، يمكن تكون آخر ليلة وترية في رمضان، ليلة 29، وممكن تكون ليلة القدر. هل الواحد مننا مدي ظهره لرمضان ولا مقبل وبيقول: وعجلت إليك ربي لترضى؟ لذلك لازم نبقى عارفين كويس قوي إن من رحمة ربنا إنه سأل سبب دخول لظى: تدعو من أدبر وتولى. ومن دركات النار دركة مشهورة جدا جدا اسمها الحطمة. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة.
قال صلى الله عليه وآله وسلم بيتكلم على الآية دي، قال تخرج عنق من النار، لها عينان تبصران وآذان تسمعان وفم يتكلم، تقول أنا وكلت بثلاث، يعني طلع عشان ثلاثة من الناس، بكل جبار عنيد وبكل من أشرك مع الله شيئا. طلع وأول ما تشوف هؤلاء الأصناف تقوم دخلة من بقه، تقوم مسك قلبه مطلعه، التي تطلع على الأفئدة. طيب هي طلع لمين؟ الحمد لله من كرم ربنا علينا ومن كرم النبي صلى الله عليه وسلم اللي قال لنا مين اللي هيخش النار في بقهم، بكل جبار عنيد وبكل من أشرك مع الله شيئا. شوفوا يا جماعة، هل حضرتك وحضرتك محتاجين لربنا؟ اللي محتاج لربنا واقف على الباب، بحيث أول ما يفتح أي باب من أبواب العطاء يبقى واقف، فواقف على باب الدعاء، واقف على باب الصلاة، واقف على باب تحسين أخلاقه، لأن ربنا سبحانه وتعالى بيحب العباد اللي أخلاقهم حلوة. لأن الإنسان اللي مش بيتعامل مع الناس بصدق وبأمانة وبوجه مبتسم وهو خايف عليهم زي ما خايف على نفسه، يبقى عباداته ملهاش أثر، يبقى يتهم نفسه إن صلاته دي فيها مشكلة. لأن التأدب مع الله بيعلم الواحد التأدب مع الأهل والتأدب مع الأصحاب ومع الناس. إذن الإنسان اللي مش محتاج لربنا أول ما بيأتي الأمر أو بيتفتح الباب عشان الصالحين يخشوا في طاعة ربنا عز وجل بيبدأ يفكر، أخش ولا ما أخشش، محتاج له ولا لأ، طب أنا بالأملاك اللي عندي هل محتاج لربنا؟ طب أنا هسأل حضرتك سؤال وهسأل نفسي، آخر مرة دعينا إمتى؟ لو كنا لسه بندعي من شوية الحمد لله إنها بنرفع أيدينا لرب السماء إن إحنا محتاجين له، آخر مرة فكرت قبل ما أعمل أي حاجة هو ربي راضي ولا مش راضي؟ فلما لقيته راضي توكلت عليه، قلت يلا هنعمل اللي احنا عايزين نعمله ده لان ربنا راضي. قال رب العالمين ومن اظلم ممن ذكر بايات ربه فاعرض عنها. ذكر، قال رب العالمين على لسان واحد من الناس بيقول يا ريتني ما كنت عملت كده، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. اسمع بقى، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. الشيطان هو اللي وفق ما بين الاتنين دول عشان يبقى صاحب السوء يشد الصاحب اللي كان نفسه يبقى كويس بعد ما ربنا سمعه وعلمه ووراه آياته ووراه فضله عليه. إذن مش عايزين نكون عندنا عندي يا جماعة. سؤال، الأكل مسموم؟ آه مسموم، يعني لو كلته هتموت؟ آه هموت. الله، أمال أنا شايفك بتاكل ليه؟ أنت عارف أن ده الخط ده بعدي الملك بيغضب؟ قال صلى الله عليه وسلم ألا إن الله تعالى يغار وغيرة الله أن يأتي العبد ما حرم الله عليه. لما نعرف أن ربنا بيغضب ليه جريء عليها؟ فرق كبير ما بين واحد مقصر في شيء وبيحاول ياخد بإيد نفسه وبيسأل الناس أعمل إيه عشان أقاوم المعصية دي، وواحد مش فرق معاه عنيد ظاهر عنده ده في شدته لما حد يفكروا بربنا. حتى وكما قال رب العالمين وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. هو أنا فرحان كده، فخور بكده، راضي بكده، بل أقول للناس أني بعمل الذنب ده بكل جبار عنيد وبكل من أشرك مع الله شيئا. طيب إيه سبب العند؟ هو الاستغناء، أنا مش محتاج له، كل حاجة عندي كويسة، إيه اللي ناقصني؟ مش محتاج لربنا سبحانه وتعالى. قال رب العالمين كلا إن الإنسان ليطغى، بيعدي مقامه، الطغيان تجاوز الحدود، حدي إن أنا عبد أسمع وأطيع وبس سمعنا وأطعنا. كلا إن الإنسان ليطغى، بيطغى إمتى؟ أن رآه استغنى، لما يكون مستغني عن ربنا مفيش امتحانات، مفيش مشاكل، مفيش أمراض، فلوسي كويسة، مش عايز حاجة من ربنا، وكمان ربنا ما يطلبش مني حاجة. طب هذا الإنسان لما يتحط في مشكلة، قال رب العالمين وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. يا رب اسمع بقى، ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. كده قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون، عشان ما فيش كرب. إذن الإنسان دلوقتي وهو بيسمع الكلام ده يسأل نفسه، هل أنا بخالف هوايا اللي ساعات بيعند مع الشرع ولا ماشي مع هوايا؟ لحسن الحطمة دي مرعبة. لذلك أنا أسأل ربنا سبحانه وتعالى إن إحنا نبقى عندنا ليونة وسهولة في قبول أوامر ربنا، ونقابلكم بعد الفاصل إن شاء الله. نسين وعيش من رزق ونتنفس في هواه يوم من قبله
خايف نبقى مش جاهزين للقاء. عدي صراطه بسرعة ومن فينا هيستنى، لو فينا الخير يبقى هنتقابل على باب الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صفات أهل الجنة وصفات أهل النار. قال رب العالمين، خد بالك برضو من رحمة ربنا إن إحنا حطينا إيدينا على صفات أهل الجنة عشان نكمل حياتنا وإحنا بنبحث عن الصفات دي وبنجاهد نفسنا نخالف الصفات دي. ولو خدت بالك أثناء الكلام هتلاقي الصفات دي كلها جزء منها عبادة وجزء منها أخلاق، جزء منها معاملة بيننا وبين ربنا وجزء منها معاملة بيننا وبين العبيد، وهو ده التوازن والتكامل اللي المفروض يكون في شخصية المؤمن. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. مين يا رب المتقين دول؟ احسب بقى، عد معي. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. كل الحاجات دي تعاملات بس. واحد، الذين ينفقون، باخد من قوتي وقوت عيالي وفلوسي وبدي الواحد معرفوش او بدي القريبي اللي محتاج. ينفقون في السراء والضراء، هو مش فارقة مع الاحداث، هو لا يرى الا رب العالمين. انا والله عندي مشكلة، معايا فلوس كتير، معايا فلوس قليلة، كده كده بطلع في السراء والضراء، وربنا فتح عليا موسع عليا وانا كمان فقير بطلع. ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ. واحنا ماشيين كده هقول لك ان في حاجه مشتركه في كل الصفات دي، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. اصل اللي بيتسامح مع الخلق الله بيسامحه. والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله، مش عنيد، اول ما يغلط ضميره يصحى استغفر الله العظيم، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. ومن يغفر الذنوب إلا الله، ما لناش غيره، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم. يلا مبروك، مبروك الجنة. وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. ألف مبروك يلي، ها الصفة المشتركة اللي خالفت هواك، يلي طلعت من فلوسك والهوى بيقول، المزاج بيقول أنا عايز كل حاجة تبقى بتاعتي، يلي سمحت اللي زعلك والمزاج بيقول والهوى ده لازم اديله فوق دماغه عشان زي ما عمل معايا، يلي جينا نعمل معصية استغفر الله العظيم والشهوة متملكة مني سواء عملت المعصية او ما عملتهاش استغفر الله العظيم فخلفت شهوتي ورحت لربنا عز وجل. صفات اهل الجنة بيخالف هوا. هقول لكم قصة جميلة جدا بتحكي عن سيدنا عمر الخطاب، وان كان يعني مش صحيحة قوي، ولكن يروى ان سيدنا عمر الخطاب سمع ان في واحد من اليهود بيشوف من ورا الحيطة. انا عايز اقول ايه من القصة دي؟ عايز اقول ان انت كل واحد ما يخالف نفسه ويجاهد نفسه، نفسه بترتقي وبيبدأ يبقى عنده شفافية وعنده فراسة. فهو سمع ان اليهودي ده بيشوف من ورا الحيطة، فقال ايه الكذاب ده، ايه المشعوذ ده، قام واخد السيف بتاعه ورايح عند الباب بتاعه خبط عليه، وهو بيخبط ومسك السيف قام اليهودي من ورا قال له يا عمر لماذا انت جئت وفي يدك السيف، جاي ليه ومعك سيف من ورا الباب؟ فعرف سيدنا عمر انه فعلا بيشوف من ورا حيطه، فقام فتح الباب اليهودي. سيدنا عمر قال له قل لي ايه الحاجه اللي بتخليك فعلا تشوف من ورا البيبان او من ورا الحيطه؟ قال له يا عمر انا اجاهد نفسي فاعرض كل امر على قلبي وعلى نفسي، فان قبلته نفسي خالفتها وان رفضته فعلته. هو كده، هو الموضوع عندي بالعكس، الحاجه اعرضها على قلبي، لو قبله اقوم مخالف قلبي ومخالف نفسي، لو وافق عليه لو عذرا رفضه اقوم عامله على طول. فقال له بص انا بعرض عليك الاسلام، خش في الاسلام واشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. قال له سيبني افكر شويه. مشي سيدنا عمر. تاني يوم اليهودي قال له يا عمر اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. فقال له كيف اسلمت بسرعه كده؟ قال له عرضت الاسلام على قلبي فرفضه فاسلمت. فاسلمت لاني لان نفسي رفضته فعلمت انه الحق فاسلم. هم بيستشهدوا بالقصه دي ان الراجل ده عشان كان بيجاهد نفسه وعشان كان بيخالف نفسه فربنا هداه للإسلام. طيب أنا أقصد أقول من الكلام إن من أكبر صفات أهل الجنة إنه بيخالف نفسه اللي فيها شهوات وبيجهدها، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها بالمجاهدة وقد خاب من دساها نسبها. لذلك شوف خدت بالك من موضوع جهاد النفس. حاجة تانية مهمة جدا، قال صلى الله عليه وسلم وأهل الجنة ثلاث، ذو سلطان مقصد متصدق موفق.
واحد عنده سلطان وعنده سلطة على الناس وهو عادل ومقسط معاهم وموفق ومتصدق عليهم. قال: ورجل رقيق القلب بكل ذي مسلم وذي رحم. رقيق مع الناس، وده محتاج مجاهدة نفس ومخالفة نفس، لأن مش كل العبيد ومش كل الناس بيعاملوك بالطريقة اللي تخليك رقيق معاهم. ساعات الواحد يبقى الشيطان بيقول لازم ترد على ده عشان تعلمه انت مين، فهو بيجاهد نفسه. رقيق القلب بكل ذي مسلم وذي قربة. قال: وعفيف متعفف ذو عيال، يعني فقير ومع ذلك مش بيمد ايديه، دي قمة المخالفة للنفس. وقال صلى الله عليه وسلم عن أهل الجنة: قال: كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره. متضعف يعني هو اللي بيجاهد نفسه يبقى ضعيف، هو اللي بيتعامل بلين وهدوء مع الناس، هو اللي بيجتهد ان هو يكون ذليل بين يدي الناس، بس مش الذلة اللي فيها اخذ الحقوق، وانما الذلة اللي ربنا قال عليها: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين، يعني عنده لين في التعامل. قال صلى الله عليه وسلم: ان الصدق يهدي الى البر. والصدق مش سهل، صدق مع النفس، صدق مع الناس، والمواقف كتيرة الواحد بيتحط فيها يطلع من المشكلة بكتبة صغيرة وهتعدي. إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق، بص الحتة الجاية دي، ويتحرى الصدق في كل كلامه وكل أفعاله حتى يكتب عند الله صديقا. إذن الجنة بمجاهدة النفس. الناحية الثانية النار، صفات أهل النار. قال صلى الله عليه وسلم عن صفات أهل النار: قال: كل عتل جواظ مستكبر. عتل المفتري، يعني سايب نفسه، عايز ياخد حقوقي من الناس كلها، عايز ابقى شديد عشان الناس تتربى وهي تتكلم معايا، عايز ابقى ظالم عشان ما حدش يمس لي طرف، فسايب نفسه اللي فيها جزء شيطاني وفرعوني جواها كده علشان حقوقي وشكلي وبرستيجي والكلام ده. جواظ يعني مفتخر، متكبر في مشيته، ومستكبر طبعا معروفة. قال صلى الله عليه وسلم: وإن من أشر الناس منزلة عند الله يوم القيامة، من أشر الناس عذاب، من تركه الناس ابتقاء فحشه. ابعد عنه عشان ده قليل أدب، ابعد عنه عشان ده نظراته صعبة، ابعد عنه عشان ألفاظه مش كويسة، سايب لسانه وسايب عينيه تعمل اللي هي عايزاه في الناس. ومر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وشوف قد إيه الموضوع مش سهل والواحد شديد، صحابي من الصحابة اسمه أبو مسعود البدري، كان في واحد من خدامه غلط، فواقف بيضربه بعصاية عشان غلط، وكان متنرفز جدا من الخادم ده، فسامع وراه حد بيقوله: يا أبا مسعود اعلم، يا أبا مسعود اعلم، يا أبا مسعود اعلم، وهو مش عايز يبص من كتر نرفزته. يقول: أنا أسمع الصوت المنادي ومش عايز أبص. وفجأة لقى الصوت قرب منه قوي، فبيبص لقى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: فسقط الصوت من يدي، الكرباج وقع والعصايه، فقال للنبي عليه السلام من ظهري كده: يا ابا مسعود اعلم ان الله اقدر عليك من قدرتك على هذا الغلام. فقلت: يا رسول الله، هو حر لوجه الله. قال: لو لم تفعل للفحتك النار. لو ما كنتش اعتقد اللي تضربه ده اللي انت بتشد عليه ده صحابي، النبي بيقول: لو لم تفعل للفحتك النار. قد ايه الرقه اللي محتاجه مجاهده نفس من صفات اهل الجنه، وقد ايه الواحد لازم يجاهد اخلاقه عشان ما يخشش النار. قال صلى الله عليه وسلم على الصفه اللي ممتلئه بها البيوت في الهزار والجد: ان الكذب يهدي الى الفجور، وان الفجور يهدي الى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب مش فارقه معاه حتى يكتب عند الله كذابا. لازم نركز ونخالف شهواتنا ونخالف هوانا عشان صفات أهل الجنة إن هم بيجاهدوا نفسهم. وعايز أقول حديث حلو قوي قبل ما أخش على طعام أهل الجنة وطعام أهل النار. قال صلى الله عليه وسلم بيتكلم: طيب لو واحد مننا عمل معصية وربنا أراد إن هو يخش الجنة، يكفر له سيئاته إزاي؟ قال لك بالحمى، الصداع أو درجة الحرارة العالية اللي ممكن الواحد يصاب بيها. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول: هي ناري، اللي هي إيه؟ الحمى، هي ناري أسلطها على عبد المؤمن في الدنيا حتى تكون نصيبه من العذاب يوم القيامة. لو الواحد صدع شوي، شوف النبي بيقرب لنا الآخرة إزاي، عشان الصداع اللي ساعات بيصيب الواحد والحمى أو درجة الحرارة العالية لما الواحد يشعر بيها كده يفتكر الآخرة ويفتكر رحمة ربنا بيه، إن شوية التعب بتوع اليوم أو اليومين أو الساعة ولا الساعتين دول جزء من العذاب اللي في النار اللي ربنا بيخففه عن الصالحين المؤمنين اللي ممكن يكون عندهم ذنوب، لكن ربنا بيبعت هذه الحمى عشان يخفف عنهم عذاب يوم القيامة عشان ما يتعذبوش ويبقى ده النصيب في الدنيا.
يلا بقى نتكلم بقى على حاجة في الجنة، طعام أهل الجنة. معلش أنا عارف إن ناس كتير من مستنيين الأكل بقالهم فترة كبيرة عاملين نتكلم على الجنة، ما جبناش سيرة الأكل لغاية دلوقتي. تعالوا نخش وناكل مع أهل الجنة. قال صلى الله عليه وسلم، أو تعالوا القرآن الأول، قال رب العالمين: يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب. كل واحد مننا يا جماعة، صحاف يعني صواني، وعندنا الولدان المخلدون كل واحد عنده 1000 خادم في الجنة، كلهم أطفال صغيرين شكلهم زي القمر وأحلى من القمر كمان، ده غير الملائكة كما قال رب العالمين: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. بالهدايا، سلام عليكم بما صبرتم، جهدتوا نفسكم، خلفتوا نفسكم، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. أنت تستاهل جنة وتستاهل نعيم وأكل الجنة. فيعدي علينا على كل واحد 1000 خادم، مع كل خادم صحفة يعني صينية كبيرة، يطاف عليهم بصحاف من ذهب. الصواني ذهب عشان ده مقامك ومقام حضرتك. الصواني ذهب، أمال بقية الممتلكات عاملة ازاي؟ هنشوف واحنا ماشيين مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنة رب العالمين. يطاف عليهم بصحاف من ذهب يأكل من أولها كما يأكل من آخرها. قد إيه الأكل حلو وطعم، والواحد كما قال صلى الله عليه وسلم على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء، طولنا 45 متر في الجنة، فطبعا المعدة مساحتها كبيرة، ممكن تكون قد الاستوديو ده ولا حاجة، فتقدر تاكل وتشرب، تاكل من الحاجة الحلوة وتاكل من فاكهة وتاكل من لحمة وتاكل من كل حاجة، ولذة الأكل لا تنتهي. في الدنيا أكل العيش هو اللي بيخلي كثير من الناس تجتهد وتحاول تبقى صادقة عشان لقمة العيش، وناس تانية تكذب وتغش عشان لقمة العيش، وفي الآخر لقمة العيش دي حتى لو أشهى المأكولات بتقعد في البق 30 ثانية بس. شهوة الطعام كلها 30 ثانية اللي هي مدة المضغ، وبعدين أول ما الأكل ينزل للزور لو شفته مش هتاكله بعد ما يتمضغ وينزل. إذن الموضوع موضوع أكل الحرام ده مصيبة. ابعد عن أكل الحرام، خليه في أكل حلال في الجنة. يطوف عليهم الولدان يأكل ويبقى الواحد مستمتع ويبقى قاعد كده فيشوف الطائر معدي، طائر من الطيور، شكلك حلو، شكلك فيك لحمة، فيبص له فيسقط مشوي قدامه. يا سلام على الراحة اللي هي تمن مجاهدة النفس. فاكرين لما قلنا يا جماعة ان الكل عايز يفوز لكن مش الكل عايز يدفع التمن؟ تمن الجنة مخالفة النفس، فلما خالف نفسه وجاهد نفسه ربنا عز وجل ريحه، لدرجة انه يبص للطائر لا فيه شراء ولا فيه شوي ولا تنتف ريشة ولا اي حاجة من الحاجات الصعبة اللي بنحنا بنعملها في الدنيا دي، يسقط مشوي قدامه. حتى ان بعض الروايات قال لك لو خلص اكله العظام تنجمع ويطير تاني. ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الانهار، مثل الجنة التي وعد المتقون، فيها انهار من ماء غير آس، مية مش هتتغير طعمها ولا لونها ولا ريحتها، من ماء غير آس، وانهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. يا سلام، أنهار من خمرة ومن لبن ومن ماء عشان أنتوا تستاهلوا. مش مية بس ولا لبن بس ولا عسل بس ولا خمر بس، اللي أنت عايزه كل المشروبات حتى الحرام منها في الدنيا، لكم أنهار في الجنة من الخمور. أصلا أنت مسكت نفسك وبعدت عن المخدرات وعن الخمور اللي دقها غيرك ويمكن يكون مش معاك دلوقتي في الجنة عشان خالفت نفسك، مع أن أصحابك كلموك كتير عن المخدرات، وممكن يكون واحد وقع في الموضوع ده لكنه تاب، فربنا بدل سيئاته حسنات وهو بيشرب دلوقتي. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلة. الظلة قريبة، وبعدين التفاحية دي عجباني أو المنجاية، ما مدش إيدي، أنت ما تتحركش، أنت تعبت خلاص. الجذع النخلة أو الشجرة هو اللي ينزل، وذللت قطوفها تذليلة. ولو أنت قاعد كده ينزلك على قدك، لو أنت واقف ينزلك على قدك، لو أنت نايم ينزل لغاية عندك تمسكها تاخدها على طول. يا سلام على الراحة، ويا سلام على مقامك عند ربنا. يعني هو لو كان ربنا في الجنة سابنا عشان نجيب الثمرة نقطفها نقوم نقطفها مش برضو كانت تبقى حلوة؟ لكن هو ما فيش لحظة إلا كلها راحة ونعيم. طعام أهل النار، طعام أهل النار مش هينفع نتكلم عليه إن وقت الحلقة خلص، لكن يكفي إن إحنا نتكلم على راحة أهل الجنة وحلاوة أكل أهل الجنة اللي كله لذة وكله راحة. وأحلى ما في الجنة إن وأنا باكل عارف إن ربنا راضي عني، وأنا باكل عارف كويس قوي إن الأكل ده هدية وجايزة من ربنا لأيام قليلة جدا قعدت فيها في الدنيا ثابت على طاعة ربنا سبحانه وتعالى. لم يبقى لنا إلا ثواني في الحلقة،
فنرفع أيدينا بعد ما تكلمنا على صفات أهل الجنة وصفات أهل النار وطعام أهل الجنة، وندعي ربنا، ربنا يجعلنا من أهل الجنة. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صل على حبيبك وحبيبنا محمد سيد أهل الجنة وسيد أهل الدنيا وسيد العالمين. اللهم إنا نسألك حبك، نسألك حبك وحب من أحبك وحب كل طاعة وصفة وعمل يقربنا إلى حبك. اللهم يا ربي اجعلنا من أهل الجنة، رزقنا في قلوبنا صفات أهل الجنة. اللهم جنبنا الكبر يا رب العالمين، انزع من قلوبنا كل ذرة كبر. اللهم اجعلنا من الصادقين، احشرنا في زمرة الصادقين مع سيد الصادقين عليه الصلاة والسلام. اللهم ثبتنا حتى نلقاك وأنت راض عنا، وحتى نلقى حبيبنا على باب الجنة وهو راض عنا، وحتى نراك في جناتك وأنت راض عنا. لا تجعلنا في الدنيا عنك من المحجوبين، لا تحجبنا عنك في الدنيا فنحجب عنك في الآخرة. اللهم ثبتنا حتى نلقاك وأنت راض عنا. وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير، والحمد لله رب العالمين. شايف نفسك واقف فين؟ أبعد واحد شايفه عين، ولا عملت اللي يخليك واقف جنب رسول الله؟ لو بتحبه وهو حبيبك، إيده هتبقى يوميها في إيدك، وهتطمن مش هيسيبك ويدخلك الجنة معاه. عايشين من رزقه نتنفس في هواه، يوم ما نقابله خايفين نبقى مش جاهزين للقاه. مين هيعدي صراطه بسرعة ومين فينا هيستنى؟ لو فينا الخير يبقى هنتقابل على باب الله.